أنا ربما لم أشارك في قرار تأسيس الحزب، لاعتبار أنا ذاك شرحته للصحافة، ولكن بعدما أسس الحزب التحقت بالحزب، وكنت أحد المناضلين في قواعد الحزب، وقناعة مني ما طلعتش للمكتب السياسي باش نخلي الفرصة لمناضلين ومناضلات آخرين باش يطلعوا للمكتب السياسي. وفي مؤتمر الاستثنائي بعد المؤتمر التأسيسي عاوتاني اللي طلع فيه الشيخ بيد الله أمين عام الحزب، اكتفيت بعضوية المجلس الوطني، ولكن بحكم أنني انتخبت أيضا في لجنة المتابعة آنذاك واللجنة الوطنية للانتخابات، كنت عضو بالصفة داخل المكتب السياسي. وفي المؤتمر اللي جا الأستاذ مصطفى البكوري أمين عام، تم اختياري عضو المكتب السياسي ونائب الأمين العام للحزب، أي أن انتخابي كأمين عام للحزب جاء سلسلة من المسؤوليات اللي أنا فضلت بأنني أن أكون مناضلا قائديا ماشي مناضلا قياديا. بالنسبة لي أن القيادي هو الذي يشتغل أكثر، هو صاحب المسؤولية الكبيرة، هو الذي يحاسب أكثر، فأنا اخترت أن أكون مناضلا قاعديا في بداية التأسيس. وبعد ذلك التحقت بالمكتب السياسي وكنت نائبا للأمين العام قبل أن أصبح أمينا عاما. لا أبدا، ليس هناك لبس. ربما أنه الناس اللي حصل لديهم اللبس هم الناس اللي ما اطلعوش على الوثائق، الوثيقة التأسيسية للحزب، ومن بعد ذلك الوثيقة التأسيسية التي تم التعديل ديالها في المؤتمر ما قبل الأخير الحزب، وكان سميناها في المؤتمر ما قبل الحزب ما قبل الأخير الوثيقة المذهبية للحزب، هي الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة. الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة هي اللي وضعت الحزب إيديولوجيا في وسط اليسار، وسياسيا وضعته بجانب الأحزاب الديمقراطية الحدثية. إذن نحن إيديولوجيا في وسط اليسار، نحن وسط اليسار إيديولوجيا، وسياسيا نحن حزب ديمقراطي حدثي. أبدا، لأنه إلا قلتي بأن اليوم السي فؤاد علي الهيمة مستشار جلالة الملك، عنده بحاله بحال السيد اللي كان في المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار السيد الزناقي اللي اليوم مستشار للملك، بحال السي المانوني اللي كان في قيادة الاتحاد الاشتراكي اليوم مستشار للملك، إلى غير ذلك. حينما السياسي يتحول إلى مستشار للملك اوتوماتيكمون كتكون عنده نفس المسافة من جميع الأحزاب، ويأتمر بأوامر الملك وليس بأوامر ديال شي حد آخر، وفق الدستور ووفق القانون. لذلك أن الهمة بحاله بحال ياسر الزناقي، بحال مانوني، بحال عزيمان، بحال غير ذلك من مستشاري جلالة الملك، لا علاقة له لا بالحزب العصر المعاصرة ولا بأحزاب أخرى. أنا توليت رئيس الجهة ب 46 ألف صوت، لأن أنا قدمت ترشيح في دائرة في الجماعة القروية ديالنا في دائرة فردية، وهذاك هما الأصوات اللي فيه، ولكن قدمت ترشيحي في الدائرة الجهوية. السي عبد الإله بن كيران ولا رئيس الحكومة ب 25 ألف صوت، أنا وليت غير رئيس ديال الجهة بالدوبل ديال الأصوات ديالو، بالدوبل ديال الأصوات اللي جاب السي عبد الإله بن كيران، أنا وليت رئيس الجهة ب 46 ألف صوت.
هو رئيس الحكومه ب 25000 صوت. واش ممكن نقول كيفاش واحد كيحكم على 30 مليون 33 مليون المغاربه ب 25000 صوت؟ انا كنحكم رئيس الجهه 3 مليون ونص المغاربه ب 46، هو رئيس ديال 33 مليون مغربي ب 25000 صوت. اذا شكون اللي ما عندوش؟ شكون اللي فاقد؟ شكون اللي فاقد؟ واش مول 25000 على 33 مليون ولا مول 46000 على 3 مليون ونص؟ ما كيستقمش هذا النوع الهضره. يعني السي بن كيران كي مع كامل الاسف رئيس الحكومه ما خصوش يدخل في هذا الشيء وما خصوش يكذب. هو عارفني بان راه كيكذب، راه ما يتيقوش فيه الناس الا كيكذب، لان الناس عارفيني مش حال جبت باش نولي رئيس الجهه. ما نساوش الناس بانني مطبعي، بان هذه خدمتي كنعرفها مزيان. حنا كل المطبوعات ديالنا طبعت في مطابع مغربيه، بالنسبه للي كاسكيت ولي تيشورت خذتهم شركه مغربيه. يمشيو هذا السيد اللي كتب هذا الشيء هو في الحسب ديال رئيس الحكومه، يعيط رئيس الحكومه لوفيس دو شونج المكتب الصرف والجمارك يقول لهم واش دخلات شي حاجه باسم الاصاله والمعاصره؟ ابدا. يجيب لنا اي حاجه واحده، لان الحسب منين كيكوموندي شي حاجه من على برا يعني كيدير سميتو، ها كيكوموندي شي حاجه من على برا كيدير سميتو. الا كانت الشركه المطبعه اللي طبعنا عندها شرات الكاغيط من على برا، راه خاطش كيتشرى الكاغيط من على برا. حنايا ما طلبنا حتى، ما عندنا حتى عقد مع شي شركه اجنبيه باش تصاوب لنا شي حاجه الانتخابات. السيد رئيس الحكومة عنده السلطة على جميع الإدارات، يجبد وثيقة واحدة كتقول بأن كل شيء درناهم مع شركة مغربية. دابا الشركة المغربية جابت الثوب من على برا ولا ما حنا ماشي خدمتنا، أنا خدمتي بأنه عندي اتفاقية مع شركة مغربية هي اللي حصلت على الصفقة ديال لي تيشورت وديال 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 لي كاسكيت، شركة مغربية. هي منين شرات الثوب ومنين شرات المداد ومنين شرات كذا الله أعلم. انا ما نقدرش نقول لك، انا ماشي خدمتي، انا اللي خدمتي هو خلصت بالدرهم المغربي، لان الا جبت من على برا خصني نحول الفلوس بالدوفيز. وهنايا راه السيد رئيس الحكومه غادي يشوف مكتب الصرف وغادي يشوف الديوانه وغادي يعرف واش الحسب الاصاله حول شي فلوس للخارج ولا ما حولش. راه الصينيين غادي يديروا مدينة صناعية، راه ماشي الياس ولا يحيدهم من هاد المدينة يديهم لهاد المدينة. راه كنتذكروا على دولة عظيمة، راه ما كنتذكروش على بمعنى هما اللي كيختاروا فين ممكن ينجحوا. الاختيار ديال طنجة اختيار صيني، طبعا حنا كجهة وفرنا لهم بمعية المصالح الحكومية المختلفة، وفرنا لهم شروط مزيانة ديال الاستثمار. ولكن هذا الكلام ديال آسفي ولا الدار البيضاء ولا كذا ما لا يستقيم، وما خصوش يديروا رئيس الحكومة، يمكن يديروا شي واحد آخر، ولكن رئيس الحكومة هو على علم بهذا الشيء. راه أنا منين سنيت الاتفاق مع الصينيين ما سنيتش بوحدي، سنيت مع الحكومة ممثلة في السيد وزير التجارة والصناعة، ممثلة في السيد. إذا إلا كان هو غريب واش ما كيعرفش اش كيسني الوزير ديالو؟ راه مصيبة إلا ما كيعرفش اش كيسني الوزير ديالو، ما عنده خبر اش كيدير الوزير ديالو، راه كارثة. وإلا عنده الخبار وكيكذب على المغاربة راه كارثة. أنا منين نسمعت ذاك التصريح جاب الله سكت من ذاك النهار ما عاودش عاودو. كيخلق نعرات ما بين المناطق وما بين كذا أبدا. يعني آسفي كتمتع بجو رائع للاستثمار، وما نساوش بأن جهويا كيترأسها البامتاية تابعة لجهة مراكش. يعني انني انا الاستثمار يكون في المغرب ولو في الجهات اللي ما فيهاش البام والبلديات اللي ما فيهاش البام، كنقول هذا الاستثمار كاين في المغرب، هذا الاستثمار كاين في المغرب.
أن الصين ولا أمريكا ولا فرنسا ولا أي دولة بغات تستثمر، أي مستثمر بغى يستثمر في البلاد يختار أي رقعة جغرافية داخل بلادي هي لصالح بلادي. أنا ما بغيتش نعتبر لا مقدمة في التشكيك ولا كذا. السيد رئيس الحكومة في الندوة الصحفية ديالو يعني قلل من شأنها وقال بأن هذه جات في إطار رد فعل ذاتي شخصي ديال الأستاذة مصطفى رميد. وزير الداخلية حتى هو دار توضيح في الأمر، وكان ظن بأنه ما هو الآن مستمر في الإشراف على الانتخابات، وسحب هذيك التدوينة اللي كان دار سحبها، وما بغيتش ندخل في تفاصيل أكثر لأنه اللي خص يشك في انتخابات ماشي اللي كيشرف عليها، اللي خص يشك فيها هو اللي ما كيشرفش عليها. والمعارضة آنذاك حزب الاستقلال كان تقدم بمقترح داخل اللجنة الداخلية بأن الإشراف من خلال لجنة مستقلة، وقفنا عليه البرلمان كامل هذه العملية، والحكومة ومن خلال الحزب الأغلبي ديالها رفضوا، تشبثوا بأن الإشراف يكون للحكومة. إذن يتحملوا مسؤولية ديالهم، هما التي تشبثوا بالإشراف يكون ديالهم، يتحملوا مسؤولية ديالهم. حنا من حقنا نشكو، وهذا الشيء اللي كيوقع تدوينة هكذا كنشكو، هذه كنشكو بأن الحكومة التهيئة ديالها للانتخابات فيها اضطراب. ما عندناش تأكيد باش نقول لك التزوير ولا كذا، ما ممكنش وما كنتمناش يكون وصعيب باش يكون، ولكن كاين بعض المظاهر التي لا تبشر بخير اللي كديرها الحكومة. لذلك حنا طلبنا باجتماع مع اللجنة الحكومية المكلفة بالانتخابات. حنا كنقولوا بأننا نكونوا في المقدمة، وبأننا غادي نحصلوا على المقاعد اللي غتخلينا حنا الحزب الأول. هاد الشيء وفق التقديرات ديالنا، وفق الاستعداد ديالنا، والتقارير اللي كتجينا من المناضلات والمناضلين عبر التراب المملكة، والطريقة باش هيئنا انتخابات ماشي اليوم ولكن قبل بكثير. وكنتمناو أن هاد التقديرات ديالنا تكون صحيحة، وكنتمناو أن المغاربة يعطيونا الأصوات ديالهم في 7 أكتوبر باش نكونوا الحزب الأول. كل أحزاب المغربية قريبة التوجه الايديولوجي ديال اسرائيل باستثناء حزب العداله والتنميه. حزب العداله والتنميه عنده مشروع اخر، المشروع ديالو ما هو دارو ما بغى حد. حنا اول وحدين ما بغيناش، واش بغيتي نتحالفوا مع واحد حنا انتقدنا مشروعه لمده ماشي 5 سنوات، كثار من نهار اللي جينا 10 سنوات ونحن ننتقد. وبغيتي اليوم غادي نمشيو نجيبو ان ما يكونوا كنضحكوا على المغاربه وكنضحكوا على الرسم. راني ماشي رفادي في كل شيء. رشحوا كان كيقولوا هما ما عمرهم يرشحوا ناس من احزاب اخرى، رغم انه هو اول حزب في تاريخ المغرب مارس الترحال في 1997. كان عنده 11 برلماني، ادريس البصري الله يرحمه كمل ليهم ثاني 10 باش يديروا فريق، جابوه من الحركة الشعبية في 1997 أول عملية ترحال سياسي مورست باش يكملوا فريق، كملوا بحزب آخر. من بعد قالوا بأنه حنا المناضلين ديالنا ما ممكنش يمشيوا عند شي حد، تبين من بعد بأن المناضلين ديالهم مشاو لأكثر من حزب. كيقولوا بان مناضل من احزاب الاخرى ما ممكنش نقبلوهم، تبين بان في الانتخابات الاخيره
في 2015. داك الشيء اللي قبلوا الاحزاب 60 سنه قبلوا هما في شهر واحد 4000 زكاو 4000 مغربي ومغربيه جاوا من احزاب اخرى. اذا هذه العمليه ديال الطهرانيه وديال كذا انتهت ومزيانه ولاو حسب عادي. انتقدوا العائلات في الاحزاب السياسيه ومارسوا نفس الشيء المبرر بان هادو مناضلات ومناضلين وان في الاحزاب الاخرى ماشي مناضلات ومناضلين. اليوم انكشف القناع باين اش بغاو طرق باش بغاو الحكم بأية وسيله. ما بقاتش كتهم الوسيله ولا كيهم الحكم ولا كتهم السلطه. ما بقاش نظافه اليد انتهي بلا يد كاع نهائيا الان بلا يد. شباط تعرفت عليه في اواخر الثمانينات مناضل نقابي كان ذلك في احد معامل بليراك بفاس وتعرفت عنه قرب ابان الاضراب العام في 1990 كمناضل نقابي ايضا ساهم بشكل كبير في انجاح الاضراب ديال 94 الان امين عام لحزب سياسي محترم لحزب المغاربه كل شيء كيعرفوا حزب استقلال والاسهامات ديالو الوطنيه وكنتمنى له في المشوار ديالو السياسي التوفيق كما نجح في مشواره النقابي. نبيل بن عبد الله امين عام لحزب التقدم والاشتراكيه عرفته قبل ان يكون عرفته وهو صاحب لوكاله التواصل في نهايه التسعينيات في التسعينيات من القرن الماضي بمدينه الرباط ثم مديرا لجريده البيان ثم وزيرا للاتصال وناطقا رسميا باسم الحكومه ثم سفيرا للمملكه المغربيه بايطاليا وبعد ذلك امينا عاما للحزب التقدم والاشتراكيه وما بين هذه المسؤوليات اعرف نبيل بن عبد الله كثيرا. نبيله منيب سموها بأيقونة اليسار. نبيلة منيب مناضلة يسارية جريئة شجاعة شخصيا كإلياس العمري كانت من المزيد من النساء المغربيات بحالها في مستوى الشجاعة ديالها رغم الاختلاف اللي بيناتنا أنا أقدرها أحترمها وبغيت نشوفها كبرلمانية داخل البرلمان لان غادي تعطي قيمه مضافه للعمل البرلماني والعمل السياسي المغربي. عبد الاله بن كيران عرفته قبل ما اعرفه امينا عاما كان رئيس جماعه سياسيه اسلاميه ثم مدير لجريده الرايه اللي خذت بلاصتها جريده التجديد ثم امينا عاما ثم رئيس لحركه التوحيد والاصلاح وامينا عاما لحزب العداله والتنميه ورئيس الحكومه. طبعا احترمه كشخص احترمه كما احترم جميع المغاربه كانوا كيديروا السياسه ولا ما كانوش كيديروها. هو رئيس الحكومه المغربيه الان لي انا مغربي بمعنى رئيسي بشكل او باخر. تمنيت له التوفيق ابان ترأسه للحكومه علنيا وفي التليفون من هنيتو تمنيت له التوفيق واليوم كنتمنى له التوفيق في انتخابات ديال 7 اكتوبر وكنتمنى له التوفيق في الدائره ديالو في سلام.